اول مره كيجيبها لكم البنات في ليدل. شوفوا الاخوات كونتور ديال ليزيو، كنت دائما كنبارطاجي معكم هاد الكريمات العجيبه، شي حاجه واعره للبنات لتصفيه البشره خطيره يا الاخوات، كتحيد لكم التجاعيد. اليوم اختي جابوا لكم حتى كونتور ديزيو، هذا كديريه تحت العينين كيصفي لك تحت العينين وكيحيد لك حتى التجاعيد من تحت العينين. شوفي لي الثمن ديالو، جوج القروض 69. عندك الكلف قديم اختي في وجهك، عندك ليطاش، عندك الطبايع عقدوك في حياتك ما عرفتي كي ديري ليهم. اليوم اختي جبت لك الحل اللي غترحمي ليا الوالدين عليه. عرفك اختي كتعاني مع شعر بنتك، عارفه اختي ما كيبغيش يتسرح لك، ما كيبغيش يتمشط لك. اليوم اختي جبت لك الحل اللي غترحمي ليا الوالدين عليه. جابوا لكم هاد الكريمات هادو طبيعيا ناتور، هذه اختي بارغان وهذه مخدومه بلافوكا. كتغسلي شعر بنتك، كديري ليها هاد الكريم هادو، ما كتشليش اختي، كتخليهم في الشعر، شي حاجه زوينه اللي كيسهلوا عليك المشط وكيرطبوا الشعر وغير اورو 96. اول مره كيجيبوهم لكم في ليدل هاد الكريم الاخوات، كيحيدوا لكم الشعر الزائد الاخوات، شي حاجه واعره. شوفي لي الثمن ديالهم غير اورو 89. هاد الخضراء اللي اختي لابو ديالها سونسيبل، وهاد الحمراء اللي لابو ديالها نورمال. وشوفوا البنات فيغان ناتور، ما فيها حتى شي حاجه يا الاخوات. حطهم في اكسيو كيطيروا يا البنات هاد لي بارفان، شي حاجه واعره. اللي باغي ياخذ كادويات للبلاد خذوا لي البنات، راهم ايميتاسيون ديال ماركات عالميين. شوفي لي اختي لوفلي، راه لا مارك ديال جادور البنات، ايميتاسيون ديال جادور. وهاد الموديل هذا ديال ديامو، هذا راه ايميتاسيون ديال بوس الاخوات، البوس هذيك الاورونج عرفتي، راه نفس الريحه يا الاخوات. وشوفوا لي الثمن غير 3.74 أورو. يجوني بزاف ديال الاخوات كيقول لك اختي بشرى الوجه ديالنا ناشف، عتقينا في شي كريم اللي تكون زوينه اللي ترطب لينا الوجه. انا اختي جبت لكم واحد الكريم اللي كيحطوها في ليدل كثر الاخوات، شي حاجه واعره. جيبي لكم فيها الكريم ديال الليل والكريم ديال النهار، وجيبي لكم حتى السيروم ديال الوجه والكونتور البنات، هذا الكونتور ديال تحت العينين، شي حاجه زوينه والثمن ديالها خيالي. سارعوا يا الاخوات. خوات اللي كيبغيو يهبطوا الصابون للبلاد، ها هو اختي حاطه لكم البنات الباك ديال دوف، كيجيو فيه 6 اختي ديال الصابونيات. اللي باغي يهبط اختي الصابون للبلاد، ها هو اختي حاطه لكم في ليدل، وبكونتيتي كثيره ما شاء الله. بارطاجيت معكم هاد السريولات هادو ب 12 اورو يا البنات، 12 اورو. اليوم اختي داري ليهم 3 اورو، شوفوا لي التريكويات جوج الاورو، كاين حتى هاد الموديلات هادو، شوفوا لي الاخوات التريكويات كلهم يا البنات جوج الاورو اليوم في ليدل، الرخه والرباخه. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كيتمنى يا ربي تكونوا بألف خير بألف صحه وبألف عافيه. ختكم بشرى جات اليوم اخواتي ليدل البنات ديال لوزان، عرفتي راه ما شاء الله كبير يا الاخوات وفيه ميزات واعرين. غير خليكم معايا ندخلوا ندير واحد الجوله، واي حاجه لقيتها غادي نبارطاجيها معكم. ونبداو على بركه الله اخواتي الجوله ديالنا، كيجوني بزاف ديال الميساجات كيقول لك عافاك اختي بشرى بارطاجي معنا لا بارتي كوزميتيك ديال ليدل، يعني فين كاينين الكريمات ديال الوجه، الزيوت ديال الشعر، فين كاينين اختي السيرومات ديال الشعر. عرفتوا جايبين لكم ما شاء الله واحد الجديد البنات، اللي اول مره كنلقى بزاف ديال الحوايج. ان شاء الله كلشي غنبارطاجيه معكم، غير خليكم معايا البنات حتى الاخير. وعندي لكم واحد الخبر واعر واعر بالنسبه للاخوات اللي عندهم ليطاش في الوجه، اللي عندهم داك الكلف ديال الوجه قديم، اللي عندهم ليطاش في الوجه غير تبعوا اختي معايا الفيديو حتى الاخر. عندي لكم واحد الوصفه خطيره اختي غترحموا لي الوالدين عليها. المهم ما عرفتي راه ما عرفتش البنات منين غادي نبدا. اول حاجه غادي نبدا لكم البنات بهاد لاغام هادي اختي، جايبين لكم بزاف هكا اللي باغي ياخذ كريمات للبلاد البنات، هذه هي الوقيته. عرفتوا يا البنات راه جايبين شي حوايج اللي اول مره انا كنلقاهم في ليدل، انا عمري ما بارطاجيت معكم. ها هو اختي طاح ليا، انا غنهزو البنات الكونتور ديال ليزيو البنات، الكريم ديال تحت العينين ديال هاد لاغام هادي جامي بارطاجيتها معكم، اللي اول مره البنات كنلقاها في ليدل. ها هي اختي جيبي لكم البنات، شوفوا ليا الكريم ديال الليل، هادي لا مارك ديال سيال غنيه عن التعريف الاخوات، هادي الاخوات في الثلاثينات وفي الاربعينات. هاد الكريم شي حاجه زوينه مرطبه للبشره، كتصفي البنات البشره، كتحيد لك التجاعيد، كتغيدوي لي غيد. كاينه هادي اختي ديال الليل، وكاينه اختي هادي ديال النهار، واليوم اختي جابوا لك الكونتور ديزيو. عرفتي كيجوني ما شاء الله بزاف ديال الميساجات على حساب الكونتور ديزيو، على حساب كريم تحت العينين. ها هي اختي جابها لكم ليدل البنات، الثمن ديالها 2.69 أورو.
جوج القروض 69 كونتور ديال الزيو، وهذه اختي ديال النهار جوج القروض 99، وهذه اختي ديال الليل جوج القروض هي 99. بغيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه لاول مره البنات كنلقاها في ليدل، وهي هذا الكريم هذه البنات باش كتحيد ذاك الشعر الزائد البنات هكا في الرجيلات الاخوات، الشعر الزائد لاول مره كنلقى هذا الكريم هذه البنات فيغان لا مارك ديال سيان. شوفي لي اختي الثمن ديالها غير قروض 68 البنات، قروض 68. هذه اختي قال لك كديريها البنات جربوها واحد شويه في رجيلاتكم، ديري واحد شويه جربيها، يعني هكا اللي عنده لابو ديالو سونسيبل ولا سبحان الله اختي فهمتي، من بعد اختي كدهنيها في الرجل ديالك ياك، كتخلي راه كتجي معاها واحد اللعيبه باش كدهني، كتخليها ما بين 5 حتى 10 دقائق، ما تفوتيش 10 دقائق اختي وكتحيديها. بالنسبه للابو اختي ديالهم الجلده ديالك اختي نورمال ما عندك حتى شي مشكل، كتاخذي ليا هاد الحمراء هادي، هاد الحمراء بالنسبه لي لابو ديالو نورمال. بالنسبه للاخوات اللي عندهم لابو سونسيبل خذي ليا هاد الخضراء هادي، فهمتوا البنات لابو سونسيبل هاد الخضره هادي نفس طريقه الاستعمال. شوفوا البنات الثمن ديالها غير قروض 89. حاطين لكم هاد لاقام هادي يا البنات، عرفتوا راه كيحطوها في ليدل راه ميمكنش اختي تلقيها، راه كيحطوها كثار البنات. هاد لاقام هادي بالنسبه للاخوات اللي الوجه ديالهم ناشف، اللي لابو ديالها ناشف، انا كتجيني بزاف ديال الاخوات كتقول لي بشرى عندي الوجه اختي ناشف، اختي بشرى الا الوجه ديالك ناشف استعملي هاد لاقام هادي، فهمتوا الاخوات. كاينه فيها اختي ديال النهار وفيها ديال الليل، الثمن ديالهم 4.99 هيدراتاسيون ديال لابو، كتحيد لك اختي التجاعيد وكتصفي الوجه وفيها درجه ترطيب عاليه، فهمتوا البنات اللي لابو ديالها ناشف 4.99 ثلاثينات والاربعينات الاعمار الاخوات فيهم هذا الكريم هذا، فيها اختي حتى هذا الكوندور دي زيو. عرفتوا راه كيجوني بزاف ديال الميساجات كيقول لك هذاك اختي بشرى بغينا كريمات تحت العينين وما كنلقاهمش البنات، اليوم اختي تهلا فيكم ليدل، ها هو اختي كاينه حتى هذا لاقام هذه بالنسبه اللي لابو ديالها ناشف، هذه اختي سيروم ديال تحت العين ماشي سيروم، هذا اونتيسيغن ها هو فيغان البنات. اللي كيعجبني اكثر هي البنات هو كنلقى كريمات فيغان هذه اختي، يعني ما فيهم حتى شي حاجه هكا، يعني داك الشيء طبيعي اختي، ها هي فيغان يا اختي، كاين هذا وكاين السيروم، ها هو البنات جايبين لك حتى السيروم ديالها، هاد لاقام هادي ما فيها السيروم، هاد لاقام اختي فيها السيروم. اشنو طريقة الاستعمال؟ كتستعملي ليا السيروم اختي لابو ديالك، الوجه ديالك، كديري ليا المساج شوية الوجه ديالك، عاد اختي كتستعملي الكريم ديال النهار، فهمتي؟ الكريم ديال النهار، وعاد اختي بالليل كتستعملي ليا كريم ديال الليل، وكونتور ديزيو كديري تحت العينين، هادو اختي الثمن ديالهم 4.49. اللي باغا كريمات ديال اليدين شي حاجه زوينه فيغان طبيعيه اللي ترضيب اليدين، بالنسبه للبنات الكريمات راه داير لهم غير قروض 69 هنايا اختي في ليدل، كيبقاو كريمات زوينين فنين الاخوات وفيغان. ها هي اختي فينا هي فيغان، شتي ها هي فيغان شي حاجه زوينه. كاينه هذه اللي لابو ديالها نورمال تستعمل هذا الكريم هذه الاخوات اللي ترطيب اليدين. بالنسبه للاخوات كتقول لك اختي عندي بشره اليدين ديالي ناشفين بزاف، لا ناشفين بزاف تاخذي لي هذه الحمراء، هذه على حساب لابو تري تري سيش البنات، هذه اللي ترطيب اليدين شي حاجه زوينه يا البنات. وكاينه حتى هذه اللي مخدومه بزيت الزيتون، هذه اختي مخدومه بزيت الزيتون، هذو كلهم البنات اللي ترطيب اليدين وغير قروض 76. وبالنسبه اللي بغاو ريحه زوينه في اليدين هي هاد الكريم هادي، هادي البنات راه كاينه حتى البارفان ديالها راه ما لقيتهاش اليوم الاخوات، ما لقيتش بزاف حيت لي بارفان كيحطهم كيطيروا يا البنات ما شاء الله. كاين هادي راه كاينه البارفان ديالها هاد مدام، راه هادي راه ايميتاسيون ديال كوكو شانيل الاخوات، والله القسم الى ايميتاسيون ديال كوكو شانيل، الا لقيتوا البارفان ديالها خذوها مع الكريم ديالها وعطيوها كادو اختي بتحميره الوجه، شي حاجه زوينه وثمن رخيص، كتجي اختي بالبارفان ديالها عوض ما تشري باك غالي من بلاصه اخرى، ها هي اختي الكريم راه غير قروض 76. بالنسبه للبارفان البنات ما لقيتهمش محطوطين، عرفتي راه لقيتهم ما شاء الله طارو، كاينه غير هاد لوفلي هادي، هادي اختي راه ايميتاسيون ديال جادور، ديما كنقولها لكم البنات ايميتاسيون ديال جادور البنات، 3.74 وحاطين لك هادي ديال ديامو، هادي هادي راه ايميتاسيون ديال بوس، هذيك البارفان هذيك الاورونج ديالها شي البنات لا مارك ديال بوس، هذيك الاورونج راه ايميتاسيون ديال ديامو الاخوات، والله القسم الى نفس الريحه يعني ايميتاسيون ديالها، فهمتوا الاخوات بتكتبقى ب 3.74 شي حاجه زوينه البنات. لي بارفان ديال ليدل راه الاخوات راه غنقول لكم راه لي بارفان ديال ماركات عالميا، ما لقيتش ديال روسا، روسا هذيك راه ديال البنات نسات عليا السميه ديالها،
راه عارفه هالبنات نسات عليا السميه ديال ايميتاسيون ديال ماركات عالميه الاخوات والثمن رخيص 3 أورو 74. ليكم اليوم ليدل لقيتوه مطرط قلبنات بالهميزات. عرفتوا يا الاخوات هاد الكريم هادي راه بحال حطوها لاول مره البنات كنلقاها هنايا في ليدل الاخوات، شي حاجه واعره. عرفتي فبلايص اخرين دايره الثمن البنات، فبلايص اخرين دايره الثمن. هادي واحد الكريمه اختي كاينه ديال لافوكا، وكاينه البنات هادي ديال ارغان. هادي اختي راه جديد هنايا ديال ليدل. هادو اشنو كديري لهم اختي للشعر ديالك؟ هادي اختي كدهني بهم الشعر ديالك، فاش كدوشي كدهني بحال الشكل ديال الزيت، ولكن اختي ما كتشليش شعرك، كتخليهم اختي في الشعر ديالك. هادو كيسهلوا عليك كتمشطي شعرك. بالنسبه للناس اللي كيعانيوا مع وليداتهم شعرك اختي، شعر بنتك ما كيبغيش يتسرح، ولا شعرك اختي انت ما كيبغيش يتسرح، كيسهلوا عليك عمليه اختي المشط، يعني كتمشطي شعرك وكيغديو لك الشعر ديالك. شي حاجه البنات زوينه اللي هذا مخدومه بالزيت ديال ارغان، وهذه اختي مخدومه بلافوكا البنات، مخدومه بلافوكا. اجي اختي نقول لك بعد الثمن، شوفي ليا كيبقاو ناتشور ديري ليهم البنات أورو 96. والله القسم البنات الا دايرين بلايص اخرين غاليين، وهنا حيك لا مارك ديال ليدل، يعني لو كان كانت لا مارك ديال غارني غتلقيها غلا. البنات لا مارك ديال سيان كتبقى شي حاجه زوينه ناتشور أورو 96. وقولي لي فين غتلقاي هاد الرخه؟ الكلف وجهك فيك الطبايع اختي، الكلف قديم معقدك في حياتك ما عرفتي كي ديري ليه. اليوم اختي جبت لك الحل اللي غترحمي ليا الوالدين عليه. البنات نطلبكم غير طليبه الله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو ليا هذا الفيديو هذا الماكسيموم الله يستر عليكم، غير للاستفاده، غير للاستفاده الاخوات. بغيت كل شيء يستافد. الاخوات كثروا ليا من لي جيم او كومونتير او كومونتير زوين. اول حاجه البنات الوصفه ديالنا اختي كتكون من الحمص، ماشي هذا، انا بغيتكم غير تعرفوا علاش كنهضر. الحمص الناشف، الحمص العادي اللي خاصك ترقديه، هذا ما دايش البنات. كتشدي ليا كاس ديال اتاي ديال الحمص، كتعمريه بالماء، يعني الحمص وكتعمري داك الكاس بالماء قياس كاس ديال اتاي اختي، كتخليه حتى الغد ليه في الصباح ياك. كتشدي هكا يعني كتفيقي في الصباح كتلقاي داك الماء، داك الحمص صافي فزاك يعني رطاب اختي. كتشديه كديريه في المولينيكس بالماء ديالو، ما تحيدي ليه لا قشره لا تي شي حاجه. كتزيدي عليه جوج معلقات ديال الحامض، جوج معلقات لا اكثر، كتعصري الحامض كتعبري جوج معلقات كديريهم على داك الخليط، كتزيدي ليه معلقه ديال العسل. من الاحسن يكون عسل حر زوين اختي، عسل حر زوين، ما ديرش ليه العسل هذاك الشيء ديال السكر ولا داك الشيء، لا يكون عسل حر. فهمتوا الاخوات؟ كتشدي ليا داك وكتحني كل شيء، كتشدي ليا اختي داك الخليط، ديريه يوميا اختي لمده اسبوع، ديريه في الصباح ديريه في العشيه، هذاك الامر كيبقى ديالك اختي وقتاش ما عندك الوقت. كتشدي اختي داك الخليط كديريه ليا فوق الخبيزه، بحال الخبيزه فوق الطبعه، عندك الطبعه في الموسطاج، عندك في الحناك، فين ما عندك اختي الطبعه، ديري ديك الخبيزه وديريها فوقك الطبعه وخليها اختي 20 دقيقه، استعمليها لمده اسبوع ورحمي ليا الوالدين عليها. وما يمكنش اختي ما نتكلمش لكم على لوريال اختي الحمراء اللي المتتبعات ديالي كلهم عارفين كتستعملها اختكم بشرى. هاي اختي لقيتها حاطينها لكم ديال الليل اختي وديال النهار. انا اختي ما نكذبش عليكم كناخذ ديال النهار، ما كناخذش ديال الليل، ولكن انا كننصحك اختي خذي ديال الليل وديال النهار. فهمتوا البنات؟ يعني شي حاجه زوينه البنات لتصفيه الوجه، لترطيب الوجه، وكتحيد لك حتى دوك لي غيد اللي كيبداو البنات خارجين في الوجه. هذه كننصح بها الاخوات في الثلاثينات وفي الاربعينات بحالهم اختي، بحال هاد الكريمات الاخرين. هادي شي حاجه زوينه اختكم بشرى هي اللي كتستعمل. الثمن ديالها اختي 8 أورو 94، راه كيجيبوها غير ب 6 أورو، ولكن البنات دابا ما كايناش لا بروموسيون، حاطينها ب 8 أورو 94. انا ما كنقولكش خذيها من ليدل، خذيها فين ما لقيتيها رخيصه، راه كيكونوا دي برومو بزاف البنات ديال لي برومو في هاد لي كريم هادي. فهمتوا البنات؟ وحاطين لكم هاد الكريم هادي اللي واحد الاخت رسلت لي ميساج قالت لي عافاك اختي بشرى بغيت واحد الكريم لماما عندها 50 عام. قالت لي الله يرحم لك الوالدين اختي بشرى، بغيت شي كريم، ما عرفتش واش عندها 51 ولا 55 ولا 58، ما عرفتش. المهم قالت لي عندها 50 عام. بالنسبه للاخوات اللي عندهم 50 عام، شوف ها هما كاين هذا الكريم هذه كتبين لك 60 عام، هذه كتبين بلوس يعني من 60 الفوق، يعني تستعملها مولات 60، تستعملها مولات 70، ولكن هذا انا 60 ديما كننصحكم تستعملوا من 55 الفوق، يعني بحال دابا هذه كاتبين فيها 60 تقدري تستعمليها من 55، يعني حتى صحابات 50 عام يقدروا يستعملوا هذا الكريم هذه، يعني من 55 عام الفوق. هذه اختي كتجبد لك الوجهيه، شي حاجه زوينه لا مارك ديال لوريال ومرطبه اختي، ومرطبه فيها اختي نشوف فيها ديال الليل، غيكون فيها ديال الليل لان هي دي مكتوبه جوخ، غتكون عاد ديال النهار ما بقاتش.
شتو المهم كاع هادو اللي مكتوبين هنا جوغ ما عرفتش اختي واش فيها الليل ولا لا. ها هما اختي الثمن ديالها 12 أورو 95 وحاط لكم البنات حتى هاد لي كريم هادو انا ما عندي عليهم حتى شي خبره. هادو اختي اللي كاينين ديما وديم الله هنايا في ليدل. هادي من 45 وهادي من 35 وهادي من 55. يعني من 55 تستعملها الاخت من 50 عام للفوق. مرطبه للبشره هادي يعني تحيد لك التجاعيد اختي. وكاينه ديال 35 اللي من 30 للفوق و45 من 40 للفوق. يعني ديما كتحيدوا ديك 5 سنين يعني واخا تستعملوها قبل راه ما غدير لكم والو. البنات كنحاول ما تدوخوش يعني كنحاول نشرح لكم لي كريم اللي كاينين ولكن راه كل فئه معنيه بواحد الكريم فهمتوا الاخوات. يعني راه الكريمات ماشي كلهم بحال بحال فهمتوا الاخوات. المهم وكاين هاد فوندوطا هذا هذا بيبي كريم الاخوات هذا كريم و او ميم طو فيه فوندوطا. هذا راه لا مارك ديال سيان شي حاجه زوينه وثمن رخيص اختي دير له 3 أورو 45. بيبي كريم وراه فيه جوج ديال الموديلات كاين الكليغ وكاين الفونسي. نشوف الا لقيت الكليغ البنات هادو بان لي غير موديل واحد الشوق راه فيه راه المهم راه فيه فيه جوج ديال الموديلات حيت ديما كنبارطاجيه معاكم الاخوات. شفتوا ها هو بحال دابا هذا كليغ ها هو من اللور الفونسي اختي ها هو طار شي ها هو الفونسي ديالو شتي اختي ما بقاش الفونسي ما شاء الله. شو الاخوات ها هو الكليغ وها هو الفونسي يعني كل واحد هذا اختي وفيه البنات وفيه حتى سميتو اكخو ديال الشمس 15 فيه اكخو ديال الشمس البنات. هذا مرطب باش كيعجبني هذا بيبي كريم كتكون فيها اختي واحد الكريم مرطب للوجه زائد انه فيه فوندوطا كيبين لك اختي البشره ديالك نقيه فهمتي زائد انه فيه اكخو ديال الشمس. ولكن تقولي بشره واش كتنصحينا بالاستعمال ديالو يوميا؟ ما عمري كنقول لك اختي استعمليه يوميا. واحد النهار خارجه غادي لشي بلاصه بغيتي وجهك يبان نقي مره تستعملي. هادو يستعملوه البنيتات والاخوات وكل شيء. ولكن الكريم يوميا خاصك ضروري اختي تاخذي واحد الكريم ايدراتاسيون ديريها اختي كل صباح لترطيب الوجه. اما الفوندو طا غير مره البنات راه ما زوينش للبشره فهمتوا الاخوات. ها هو دير له 3 أورو 45. طبيعة الحال اختي ما ننساش معكم الصابون باش كتغسل خصكم بشره دائما كنبارطاجيه معكم باش كنغسل وجهي كل صباح هو هذا البنات. خذي واحد ليك وواحد اللي عزيز عليك اختي راه غير جوج الاورو 65. دائما كنقولها لكم بالنسبه للاخوات اللي لابو ديالها نورمال تستعمل هذا الخضر هذا. وبالنسبه للاخوات اللي لابو ديالهم فيه الحبوب ولا فيه حساسيه ولا تستعمل هذا الزريرق هذا. كيجيني بزاف ديال الضحك كيقول لي بزاف ديال الاخوات واه بشره وراه عادي تينا وراه قلت لي بكثرة ما كنتفرجوا فيك وبكثرة ما كتقولي الزريرق الحمامر الخضير. قلت لي يا والله يا اختي بشرى الا ولينا حتى حنا كنمشيو كنقولوا زريرق خضير حمامر عرفتي قتلتني بالضحك واحد الاخت والله الله يخليكم لي يا احلى اخوات. ها هما البنات شوفوا لي راه دير لهم حتى من اللي رخيص غير جوج غير جوج الاورو 5. هي باغا تاخذ اختي الصابون لميمتها هانتوما هي الاخوات باغا تهبط الصابون للبلاد. ها هما البنات حاطين لكم لا مارك ديال دوف زوينه هذه ديال دوف البنات راه كندير بها ماسك لوجي راه سبق لي بارطاجيت معكم الماسك ديال دوف البنات شي حاجه زوينه زوينه زوينه. شوفوا الاخوات راه داير له 4 أورو 99 4 أورو 99. هذه اختي تغسلي بها وجهك كما تغسلي بها يديك كما اختي ديري بها طماسكات هكا للوجه ديالك زوينه. كيجيو فيها البنات 6 ديال الصابونيات ديري لهم 4 أورو 19. خلت لي واحد الاخت ميساج قالت لي عافاك اختي بشرى بغيت ناخذ الميكسور واش باقي حاطينه في ليدل. شوفوا لي راه ما شاء الله اختي هو راه باقي محطوط بكونتيتي كثيره الا كنتي انتريسي اختي طيري. ها هما البنات راه دير له ناقص 30% من 22 أورو 99 غيبقى لكم ب 15 أورو 99 محطوطه اختي بكونتيتي كثيره. ها هو البنات ما شاء الله هي البنات كيجي فيها اختي كيجي فيها البنات الكاس وكيجي هذا الهاشواغ باش كطحني وهذا اختي هذا باش كضربي الكيك ولا ضربي الكريم ولا اي حاجه وهذا اختي باش كتميكسي طحني العصير طحني لاصوك طحني اي حاجه البنات. 3 زون ديال لاكارونتي 15 أورو 99. البنات لقيتهم حاطين هاد السريولات هادو شوفوا لي الموديل كيدير شوفوا يا البنات دير لهم 3 اورو يا الاخوات كنت بارطاجيتهم معكم البنات ب 12 اورو 12 اورو يا البنات هاد الموديلات اليوم اختي دير لهم 3 اورو يا البنات 3 أورو. موديل ديال زارا عقلتوا عليها البنات ها هو دير لهم 3 اورو يا البنات في ليدل راه ما عرفتش اختي رخا ولا دوخه 3 اورو هانتوما الرخا والرباخه. هاد الموديل هذا 3 اورو حاطين هاد التريكويات هادو شوف البنات جوج الاورو ها هما لا مارك ديال اسماغا جوج الاورو يا البنات هاد الموديلات هادو دير لهم جوج الاورو وهاد السريولات هادو 3 اورو البنات وحاطين هاد التريكويات هادو كلهم دير لهم جوج الاورو هانتوما التريكويات هانتوما كيجيو نصكم كلهم يا البنات فيهم النوار فيهم هاد الكري
فيهم بلو مارين كلهم يا الاخوات جوج الاورو. ذوقوا يا الاخوات الرخاو الربخه اليوم اختي في ليدل. البنات حاطه لكم حتى هاد الاكسسوارات هادو مقوسه، فيهم مقوسه ديال الضفران كتسبق لي بارطاجيتهم معكم في اكسيو تقريبا ديال لاغبغيل. البنات ها هو اختي حاطينهم حتى هنايا في لوزان 4 اورو يا البنات، لا انغو باردون قول لي 4 اورو واش ربح حشمتي والو هانتوما انغو يا الاخوات الرخاو الربخه. البنات شوفوا لي حاطه لكم حتى هاد السريولات هادو عرفتوا علام زوينات ما هما البنات ديالهم 3 اورو. شوف اختي كي تيجيوا هاد الموديلات والله القسم الا كنت بارطاجيتهم معكم البنات ب 12 اورو ما عقلت 12 اورو 11 اورو ما عقلتش البنات هاد السريولات هادو، وكنت خديت منهم انا وكنت خديت منهم حتى الوالده ديالي البنات شحال هذا. اليوم البنات دير لهم 3 اورو عقبو كانوا جابوهم البنات فهمتوا، يعني هاد الموديل هذا ديما كيجيبوه دابا غير ملي كيدينهم البنات. السريولات علام زويناتهم البنات هو كاين فيه هاد الكري هذا وفيهم البنات حتى النوار دير لهم 3 أورو. البنات شوفوا لي هانتوما راه كلشي تاع هاد السريولات هادو كيجيو سريولات ديال الكيطما 3 اورو. البنات شوفي ليا هانتوما ليكيداسيون هادشي كلشي البنات عرفتوا بانوا لي الناس كانوا كيهزوا فيهم الاخوات سروال ديال الكيطما البنات كلشي 3 اورو 3 اورو يا الاخوات هانتوما فنيون والكاليتي ديالو زوينه 3 اورو.